زيك بابا. شو اللي عم تعمله انت ولا؟ شو هاد اللي عملته؟ هادي بابا لا تزعل مني. ما زعل منك قلت لي، والله لكسر راسك. لا عم تضحكي. بتضحكي علي يا عمي؟ انت لا عم تعلمي مع هيك؟ ماما بتضحك عليك يا ابني. بس سبحان الله عم شوف شو رب العالمين عم يرد لك يا غيرك. شو قصدك انت بهذا الحكي؟ سبحان الله يا ابني، كما تدين تدان، مثل ما بتزرع تحصد يا ابني. لا لا، مين قال لك انزلي؟ مين قال لك انزلي؟ خليكي باركة، ليش عم تقولي لها انزلي؟ عشان تاكل معنا يا ابن عمي. ماشي يا ابني ماشي، عم تقرف مني يا ابني؟ يلا ما اصلا احنا خد بابا خد هاي الخبزه امسكوا يلا امسك بابا خد. انا رايحه لبيت اهلي. ليش؟ شو في انت الثانيه كمان؟ انا ما بدي اولادي يطلعوا مثلك مثل ما عم تعمل امك، بدي اخذ اولادي وروح لبيت اهلي. انت شو عم تحكي؟ شو عم يصير معك انت؟ انجنيتي يعني؟ كنت مجنونه بس هلا عقلت، مثل ما انت عم تعامل امك بكره اولادي بيعاملوني. ما بدي اكون زوجي تكون عاقله امه. انا عم بفهم شو عم يصير معكم. لا تخافي، انا بس اكبر دعمي، بدي اتعامل مثل ما بتعامل فيكي. لا تخافي يا رنا، انا معك وما راح اتركك. سامحيني يا عمي، سامحيني ببوسة لإيدك، سامحيني. لا يا ابني، انت ضناي، انا ما بزعل منك، الله يسامحك يا رب. فعلا يا امي، انا هلا افهمت معنات إيش ما بتزرع بتحصد بالنهاية. أنا ما كنت بعرف هذا الشيء. إذا هيك أنا ما عاد روح. يا أمي بس فهميني، أنت هلا رضياني علي من قلبك ولا لا؟ أكيد يا ابني، من صمصوم قلبي أنا رضياني عليك، بس أنت تغير معي. بإذن الله يا أمي رح غير كل معاملتي معك، وهلا رح وصي أحلى عشاء لحتى ناكله. يلا الله يرضى عليك يا أمي. هاي سمك جبت لك يا امي، تحبيه وانت ما هيك؟ يلا عبوا 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 لحالكم، عبينا عبينا. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك لهذا الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بكل مكان حتى غيركم يستفاد، وصلوا على الحبيب محمد بالتعليقات. ربي يسعد لي إياكم، إن شاء الله بنشوفكم بفيديوهات جديدة. السلام عليكم.